آه طال عمركم، العطر اللي اختياري عليه، اللي ما جرب العطر هذا انا انصحه يجربه، ما بيندم. لازم بعد القهوة نحط لكم صورة العطر اللي يباه رقم واحد. صبحك الله بالخير يا قرواش، شكلك رومانيا. يقول ما عارف وين رايح، من شكلك انت وياك داير ان في فساد. سعد الله صباحكم، قلت لكم يوم تسافر لازم هاي، شوفوا كل ما سافر لازم هاي تكون عندي. كل الدول مرة، اي دولة تباها بس ترفع هذا، اي دولة تباها بس عندك كل الدول. واذا الله خير بعد ثانية ترى اشري هاي 20,000 فنانة شكل. لا لا مش المغرب، مش المغرب، كل يقول المغرب، لا مش المغرب، مش رايح المغرب. حتى مطارم حلو ما شاء الله. بعدني ياس احاول اتاكد يعني من المكان، للحين ما طلعت بطاقه، ياس ارفع فيديوهات بعدين باخذ بطاقه، بس المكان يوم باخذ بطاقه بخبركم المكان وين. الحين ما خلوني اتاكد بس المنطقة هاي اول مرة اجيها، ابغي بس ما بطول كم يوم برد ان شاء الله. ما استأجرت سيارة لاني مش ثابت في المنطقة هاي، بروح منطقة ثانية شي يوم او يومين برد، وبعطيكم تفاصيل ان شاء الله حلوة يعني. بس خلوني اتاكد المكان هذا، ما كان متاكد، لا بخبر اتاكد صور شوي، بس بحاول اقرب لكم شوي. شوفوا هي تبعد 5 ساعات، والفرق بينها بين الامارات ساعتين، يعني احنا عندنا 12 انتوا عندكم 2 الظهر. بس بحاول اصبر شوي، بس لا تستعجلون. البلاد بارده الحين يمكن 18 17 في الليل ابرد. رايح مع الدكتور عبد الحميد. الدكتور عبد الحميد هذا الريال انا سجلته ماستر وسجلني دكتوراه، وقال لي خلنا نروح لنا 4 ايام شي 5 ايام نكتشف هالبقعه، نشوف يعني نشوف هالمكان حلو ولا مو حلو، بنخبركم يعني. تابعوا. لابس برشلونة حق المدريديين شوي، مع اني انا ما اشجع لا برشلونة ولا مدريد ولا حتى اي مكان، بس اشوف مباريات بعض الاحيان يكون فاضي يعني. طيارة ما فيها واي فاي، ما ادري ايش طيارة صغيرة، مع انه مكان يعني زين بس طيارة صغيرة ما اعرف ليش. التليفون شغال بس واي فاي ماشي، يعني شيء شبكة بس نت ما فيه، ولا كنت بشغل شوي بتسلى وياكم يعني. الدولة هاي عندهم الـ yes no، يعني إذا بتقول yes قول no، نعم
نه هاي مال ربعنا كيف نه يا دكتور نه نه اوكي داعي بركه فندق شكله فنان فايف ستار بس شكله فنان يعني وين للحين ما ما ادري اخبركم مالك مخبركم انا صبر شوي قلنا الفندق طال عماركم يا سلام بنصلي الظهر والعصر ومننطلق منطقة أنا أول مرة هي ولا أعرف فيها شيء بنشوف الباص الأحمر هاك كان بيحوطنا شوي دكتور حصلت الجبلة وين ولا ما حصلت؟ ما حصلت ايوه يترياك تمسح أول ما تمسح بيخبرك الجبلة وين ايه تمسح أبوي تمسح طلع عالنا بنت صلي الظهر والعصر خلاص بنصير نوم ها البلاد بس ما عرفناها هاي وين البلاد ما أدري وين هنا هاي في شمال التمام شو ينفع معنا اشوفوا هذه مخبركم عنها عندها على طول امورك في الروب اي دوله في العالم اللي بيصور الشاشه هذا اسمها مجروبه بس انتم مشوا حمارك زينه غرف ما زينه لين يتمسح الدكتور بتشيك على كم مسح بشوف حد عرف انا وين ساير وين هذه مشتوا البلاد هاي ها جوا البلاد هاي وين يمكن البرازيل صدقون شوف البرازيل هاي. كبيرة يا الإمارات بس شوي بضك عن هذاك يا سلام الجسم يحتاج شوي سكريات عقب السفر وبناخذ الباص هذا الباص اللي صورناه تو بناخذ لنا لفة الباص فنان إن شاء الله خدت 3 جيجا ب 32 يورو اشتغل أسبوع ما أدري 4G شغالة عندهم أمور طيبة أنا أول مرة أزور هالبلاد بعطيكم بعض التفاصيل عنها وبعض المعلومات ان شاء الله نجهزهن شوي بس بنعطيكم اياها البلان مالنا هالباص شو هالباص الحين بيتحرك بعد 5 دقائق 15 محطه بيوقف بيودينا اياها يودينا هالمكان هالمكان طال عماركم عمره 500 سنه قبل الميلاد نبتدي الحين رحلة بباص سياحي السماعة مركبنها في عندهم مش عندي أنا برا بيكون مركبنا السماعة هني عندهم لغات ها ساعة يقولنا اللي بينزل ينزل احنا ياسين ما نزلنا نطالع بعيوننا المغرب احنا نزلنا متى بنخلص جو عندهم من الاخر 18-17 الحين الدكتور ياسون ها منشن شيء عند الدكتور ده شيء يسوي الدكتور سير عنا بعيد كل ساعة اول ما صورت تكلم وقلت بسير عنا بعيد بشد عشان ما يرمس اليونان تقع على مفترق طرق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وعندهم أطول ساحل في البحر الأبيض هاي كم ساعة القلعة اللي صورتها 500 سنة قبل الميلاد يقولكم عمرها 500 سنة لا إله إلا الله وعندهم حضارة من 3000 سنة للحين باقية 3000 سنة حاليا بعد 3 سنوات عرسي تهردب أنا ما أعرف ليش الدكتور ما يقصر يوم يصير مع الشواب ترتاح شال شنطة فيها أكل وفيها كل شيء قال لي نحصلنا مطعم وناكل معنا المطاعم ما شاء الله في كل مكان بروتين ها مجروب شيء صح ان شاء الله بروتين كم جرام في طعم
عندهم مسرح دلفي، يقولكم هذا المسرح صامد من 2500 سنة صامد. طرب الله الله بمسرح هذا، بحط لكم صورته. حلو تي كل شهر شهرين تصر لك ثلاثة أيام أربعة أيام، تروح مكان ما شفته وترد، يعني اكتشاف تغير جو أي شيء. المهم سوي شيء، شوفوا المنظر الجميل والمنظر الرائع اللي هناك بعد. نفس الشيء شوفوا حلو. الدكتور لابد شيء عنده. ها؟ ها لا لا أكل بس بنتعشى. شوف عمري قريب بطلع خلاص، بلحق اعرف مره ثانيه قبل لا يطيح شعري. طايح شوي يعد هنغري، بس ما يعرفون هنغري. يصيرون نزال في مطعم عادي ثلاث صحون عيش اطلب اليوم اكلهم. ترى اليونانيين وايد حلو، عندهم محاشي، عندهم فلافل، عندهم عيش، عندهم كل شيء. هذا سوق البهارات، يا سلام سوق البهارات. Next stop Kotiga Square, bus stop number تقريبا. اخيرا وصلنا مكاننا عقب ما ثلجنا، وصلنا مكاننا بس شوي باجي. يعان فل قول لي ها ما اسمع ايش تقول، بس اوكي. خلصنا الرحله وصايرين صوب فندقنا طال عماركم، وعقبها بننزل السامان بس نشوف لنا مكان نتغدى نتعشى نتريق. مو شيء، مو ناكل اي شيء، ما اعرف الوقت الحين متى. بعد بس الشمس فوق بعد. دكتور حصلت معهد من الرقص، شو الترتيب؟ ما تبغى تتعلم شوي رقص اخر عمرك؟ طيع الشور دكتور، والله اقول لك شو الترتيب، اخر ترتيب. بدال اسوي رياضه كل يوم دكتور حصلت باقي لك الرقص بس، صح؟ هذا الاكل اليوناني، ترى هذا دخل عيشه. هذا الاكل اليوناني طال عمرك. هاي الجريك سلطة احسن على الماء الحار. اشتبه ماء حار يا رب. المشاوي عندهم على طول في كل مكان، مشاوي شاورما هذا عندهم، اشياء موجودة عندهم. يعني جماعة العشراتنا
اكلات غريبه عنده ما اعرف شو اسمها. هذا شيء طماط ما ادري ايش عليه. هاي الطماطة طالعة ماركة وفيها شو؟ فيها لسان عصفور هذا ما ادري عيش ما اعرف شو فيها شو. بس لذيذ الطعم هذا حلو. الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا من غير حول منا ولا قوة. يا جماعة الاكل لذيذ عندهم صراحة. اللحم فنان، الدياي فنان ما شاء الله تبارك الرحمن. مكسرات عندهم وبغلاوة عندهم كل شيء عندهم. هذا شارع تسوق كبير عندهم ما شاء الله، كل محلات الناس كلها تمشي فيه. شارع جميل يا جماعة ما شاء الله، كل الناس تمشي فيه. أيوة الناس كلها تمشي ما شاء الله. دكتور ايش رايك نعرس اليونان؟ والله يا اخي شلون يعني كان في قوه، يلا كان في قوه. تروم تعرس انت؟ والله انا اعرس عادي يعني؟ عادي. شي عباره زحمه طوابيع على الاتش اند ام ما اعرف شو السالفه. هني طابور وهناك شفت طابور طويل تقريبا لين هناك. في اوروبا كل شيء يسكر في الليل، الدنيا تصير مظلمه. إلا هني ما شاء الله هني عالم للحين كل شيء شغال وكل شيء فاتح ما شاء الله. طالع طال عالم مرة خلق الله ما خلق ما شاء الله. الدنيا في الليل ترى حينه. هاي شارة زيتون، هاي شو شارة زيتون أدعمها. عندهم كل شيء، عندهم شوي الكستنة، عندهم مشاوي الذرة، عندهم المشاوي حلوة ما شاء الله. أكلهم نفس العرب بنفس الأتراك تقريبا. عندهم بعد هاي الملفوف ما أدري شو. أتبان نسير عندها يعزف يعزف هل يعزف هذا يمكن يعرف مين حد سوينا ترتيب مين حد شيء يا ريال. حتى هني حاطين مغرمة كازبلانكا طاوها. هذا مغربي يا شوفوا.